تصدقني مش هتعرف قيمة الجامعة ديت إلا لما تدخل إن شاء الله كلية زي كلية علوم من الكليات الجميلة جدا، أي قسم من الأقسام بتاعتها. طبعا الدراسة هناك إنجليزي، دخلت كلية طب إنجليش برضو، دخلت كلية هندسة، أي كلية من كليات القمة اللي إحنا عارفينها هتلاقي إنجليزي، حتى لو دخلت تجارة في تجارة إنجليزي. فصدقني من اللغات المهمة جدا جدا اللي عايزة محصلة قوية قبل ما تدخل الجامعة بتاعتك. فخلينا كده أقول لك أنا كنت بعمل إيه مع اللغة دي. أولا انا بتكلم عليها كلغه مش كماده، انا مش عايزك تكون حاططها كانك يعني حاجه تقيله كده على قلبك اللي هو ماده وخلاص وهتخلص ثانويه عامه خلصت. لا صدقني انت هيجي لك يوم هتبقى فاشل في اللغه دي وهتاخد كورسات ومش هتاثر معاك قوي، ولكن انا عايز اقول لك ان فكره الكورسات حتى ان شاء الله لما تخرج من ثالث ثانوي بلاش، لما تخرج من الجامعه برضه بلاش كورسات، لان باختصار كده الكورس دوت يعني ولا اي حاجه. ليه؟ لان انا لو ما عملتش براكتس اللغه كل فتره، يعني كل فتره فتره ما عملتش براكتس اللغه بتاعتي، فخلاص اللغه ضاعت. واللي قال لنا الكلام ده هو دكتور عندنا في الجامعه، يعني انت عارف الدكتور نفسه بتاع اللغه او المدرس بتاع اللغه هو نفسه لو ما عملش براكتس الكلمه دي خلاص الكلمه دي اوريدي اتشالت من دماغه، ما هو بني ادم طبيعي بينسى وانت كمان بتنسى. فخليني كده اقول لك بقى ازاي نفضل نمارس الكلمات دي في حياتنا اليوميه، او ازاي انا كنت بحفظ الكلمات دي. ولعلمك انا هجيب ان شاء الله النهارده كلمه صعبه وكلمه جديده بحيث ان انا اطبق عليها. خلينا كده متفقين بقى مع بعض ان انت لو في اولى او تانية او تالت ثانوي او حتى انت في جامعه ومحتاج مثلا انك تحفظ شويه الفوكابل اللي عندك او المصطلحات اللي عندك، فخليني كده اقول لك اول حاجه هنعمل ايه. اول حاجه طبعا انا عندي لو انا مثلا في ثانويه عامه فاكيد انت عندك الكلمات اللي احفظها بتكون حوالي 100 كلمه. طبعا 100 كلمه دي مش حاجه يعني، تمام؟ فال 100 كلمه دول يا شباب في تقريبا 10 كلمات جداد عليا وفي 10 متوسطين لو مش فاكرهم قوي، يعني فاكرهم كده كنطق مش ككتابه، وال 80 الباقيين دول يعتبر ولا اي حاجه بالنسبه لي، تمام؟ ده طبيعي يعني، ده المعدل الطبيعي. لو انت اقل من كده فانت ما كنتش بتحفظ في اولى ولا ثانيه، فهتلاقي الدنيا ضايعه شويه، ولكن اعمل اللي انا بقول لك عليه ده وهتلاقي الدنيا سهله برضه. تعالى كده مثلا نجرب على الكلمه دي. طبعا الكلمه اللي قدامي دي اسمها اكواليبريم، معناها في وضع اتزان او في حاله اتزان يعني، تمام؟ طيب تعالى بقى نجرب على الكلمه اللي قدامنا دي. اول حاجه لازم اكون منطقها صح، وانا بقول لك اهو احنا بنتعلم لغه مش ماده لغه انجليزيه وخلاص وتعدي. ايكوالي بريم، ايكوالي بريم، تمام؟ فحاول تقسمها كمقاطع كده. كان عندي برضو حاجه زي مثلا لو انا بحفظ كلمه زي باد ساد، فكل الحاجات دي مقطع واحد، لكن هنا مثلا لو انا بقول لك بي يوتيفول، لا قسمها مقاطع واحفظ كل مقطع لوحده. بي يوتي فول بيتكون من حروف ايه؟ يعني مثلا هنا ايكوالي بريم، ايكوالي بريم اللي هي ايه؟ الاي والكيو واليو والاي والال والاي وبريم دي كده ايه؟ لوحده. مهم جدا ان انا اشغل كل الحواس معايا، يعني انا دلوقتي ببص للكلمه انا بنطق الكلمه ببقي انا سامع الكلمه بوداني. فتعالى كده بقى نطبقها هنا اهي، ايكوالي وبعد كده المقطع الثاني بريم. دلوقتي انا مش شايف الكلمه اللي فوق دي، انا بسمعها من دماغي، تمام؟ طيب تعالى كده على جنب اهي، ايكوالي بريم معناها ايه؟ معناها ايه يا دماغي؟ معناها اتزان وضع اتزان. طيب تاني كده ايكوالي بريم. لو واحد منكم كان مسألني على الواتساب مشكلته مع القطعه، طيب القطعه دي محتاجه ايه؟ محتاجه محصله لغويه. طب المحصله اللغويه دي اعملها ازاي؟ زي ما انا قلت كده، قلت له بقى على حته مميزه جدا ان انا وانا بحفظ مثلا زي الكلمه دي فانا عندي مثلا مدرج اهو، تمام؟ فالمدرج دوت او المروحه اللي قدامي دي، المروحه اللي قدامي دي ايكواليبريم، اللمبه اللي عندي دي ايكواليبريم، كل الحاجات دي مالها في وضع اتزان، تمام؟ او هات مثلا اي حاجه انت شايف ان هي في وضع اتزان قول دي في وضع اتزان. فبالتالي انا اوريدي من جوايا عرفت دي معناها ايه. يعني تلاقي مثلا الاطفال بيعلموهم كلمات ازاي، تلاقي محطوط كده في البيج بتاعهم صوره، يجيب لك مثلا صوره ثلاجه ويقول لك دي فريج، فهمت ازاي؟ فانت حاول بقى تتخيلها تعملها ايماجن في دماغك او في عقلك تعرف هي صورتها ايه في الحقيقه. ما تحفظش كلمه الا وانت عارف هي معناها ايه. يعني مثلا كلمه على سبيل المثال كونسيلر، كونسيلر ديت معناها ايه؟ معناها مستشار، فانا عارف مين المستشار ده، فبالتالي انا عارف تحفظ مين كونسيلر. لاوير انا عارف ان هو محامي، انجينير انا عارف ان هو مهندس، دكتور انا عارف ان دكتور ده اللي هو دكتور. فلما انت تعمل ايماجن للحاجه ديت صدقني عمرك ما تنساها. لذلك بتلاقي رياض الاطفال بيعلموا الطلبه بنفس الحته دي، مثلا يقولوا شايف الباب ده اسمه دور، شايف الشباك ده اسمه ويندو. الكلام دوت انا عارف ان هو اطفالي شويه ولكن صدقني هيفرق معاك، ده مع اللي انا قلته هنا زي الفل. الطريقه الثالثه بقى وكل الحاجات اللي انا بقولها دي انا ممكن ينفع معايا واحده، ينفع معاك الاثنين. في ناس اصلا ما بتستخدمش كل الكلام ده، في ناس بتبص للكلمه تحفظها. لا انا بقول لك انا قدراتي ضعيفه جدا، تعالى يا معلم اتعلم مني، تمام؟ انا بقول لك ان انا ايه، ان انا فاشل ما كنتش بعرف احفظ كلمات اصلا. طيب
تعالى بقى ندخل على الطريقة التالتة اللي أنا بقول لك عليها. إيه هي الطريقة التالتة؟ هقول طبعا لو أنا في جامعة، في الطريقة التالتة دي مش هتنفع معايا، لكن استخدمها في أوقات ببقى مكسل اللي هو أحفظ يعني، تمام؟ وما يبقاش في وقت كتير. فكنت بحفظ الكلمات زمان، شايف كده الكلمات بس الجديدة، يعني 10 كلمات الجداد بحفظهم، والباقيين السهلين دول كنت بقرأهم وخلاص. بعد كده بقى أجي على الكتاب نفسه بتاع الأسئلة، ال 100 سؤال دول كان لازم أخلصهم. ليه؟ لأن لو كلمة جت معايا مرة ونسيتها وجت معايا مرة تانية، خلاص الكلمة دي ثبتت عمرها ما هتطلع تاني. يعني ايه؟ يعني مثلا كنت بحل سؤال، فجالي مثلا كلمة زي ستاندرد، بعد كده انا كنتش عارف يعني معناها، ما كنتش عارف معناها ايه، طب جت لي تاني خلاص انا فهمت يعني معناها ايه، اوريدي عمرها ما هتشال خالص. نفس الكلام لا، الجرامر بقى وضعه اسهل، لان الجرامر يعني في الجرامر بالنسبة لناس كتير سهل جدا، لان الجرامر عبارة عن قاعدة وما فيش فيها فوكاب، فالموضوع سهل، تمام؟ فهو الفوكاب هو اللي فيه عقدة شوية، ويا رب تكون اتحلت. حاول انك تجرب الطرق اللي انا بقول لك عليها دي، ولو عندك اي مشكلة بعد كده يا ريت تكتبها لي في الكومنتس او تكتبها لي على الواتساب عشان اقدر اساعدك.